اول حاجه نقدم الاعتذار ديالي للجماهير الجماهير الوجديه على يعني ثلاث نقاط اللي ضيعناها، وبالخصوص انا ركله الجزاء اللي ضيعتها انايا كعامل الفريق. ان شاء الله غادي نقول لهم نزيدوا نخدموا ونزيدوا نشتغلوا باش نعوضها لهم في مقابله اخرى ان شاء الله. عادي صريف كتضيع ركله الجزاء، ولكن ان شاء الله حنايا ما نهبطوش يدينا، ما نبقاو شادين ان شاء الله، نخرجوا بالفريق للبر الامان. ثاني حاجه بغيت نهضر على الفريق اليوم. الحمد لله يعني الفريق ظهر بواحد الصوره جيده امام فريق اللي ماشي سهل، فريق اللي ربح يعني فريق الوداد البيضاوي في الميدان ديالو بجوج صفر، وربح لنا تبركان، يعني جاب واحد ثلاث يعني ديال الفوز من برا، دونك ماشي فريق ماشي سهل، فريق اللي قوي بدنيا. حنايا الحمد لله يعني كنا نقدروا نخرجوا منتصرين كما كنا نقدروا نخرجوا منهزمين. هذه هي كره القدم. نشكر الجماهير اللي اليوم ما بخلوش علينا المجهودات ديالهم بكل صراحه، جزيل الشكر كنشكرهم، ونتمنى ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.